بجميع ما يستطيع. ايوه بجميع ما يستطيع في الاموال. ايوه لانه مشروع كبير، مشروع عملاق، انا اسميه عملاق. عملاق، لقد حصلنا على خطنا. طيب الان لقد حصلنا على خطنا. بلادنا هذه وصاب العلي محرومه من قديم الزمان. الان معروف انه لدينا مشايخ وعقال وتجار ساهموا، قدموا، رحبوا، سهروا ليل نهار من اجلنا، من اجل أيوة. مشروعنا. هم هم لا يعرقل المشروع، لا يعرقل باي وسيله. الدعم باي وسيله، الدعم والدعم والدعم سير مفعول. اسمع، المواد القدم، المواد القدم، بارك الله فيك. أيوة. بارك الله فيك. والتاجر هم قدموا صحيح، لكن الان قدموا يقدموا في تجار مخفيه ما ظهروش، ما كلهم يقدموا اللي ما ظهروا يقدموا بكل ما يستطيعوا. جزاكم الله خير، بارك الله. بكل ما يستطيعوا من اموال ادعوهم لو سمحت، ادعوهم الان. انتم على الهواء مباشره الى اوروبا الشرقيه والغربيه وقاره اسيا كله. ندعي الاخوان التجار بان يساهموا بجميع ما يستطيعوا من دفع اموال مساهمه بالطريق. بني عباس، بني جحنة، بني سنان، بني كل كل ما كان يستطيع يندي بجهده. اللي عنده مشطة يدفع، اللي عنده سياره يدفع، مكانه يدي حتى اثنين شقه. كل واحد استطاعته. جزاكم الله خير، حفظك الله. توضيح منك اليوم، توضيح.